كيفاش اليوم نساعدوا هاد الوليدات اللي الشخصيه ديالهم مدمره أه الوالدين طبعا تيبغيو دائما الاشياء الايجابيه ولكن في بعض الحالات ما كنردوش البال الاباء والامهات ما تيردوش البال كتكون بعض الامور اللي ادات انه يكون عندنا طفل شخصيته مدمره وبغينا نعدلو هاد أه الشخصيه بغينا نساعدوه باش يبني الشخصيه ديالو من جديد شخصيه ايجابيه ومتوازنه ايوب شنو هي الخطوات اللي خصنا نقومو بها آه ان شاء الله آه باش نرجع الشخصيه آه لولدي تكون شخصيه متوازنه شخصيه قويه شخصية ناجحة إن شاء الله فهذه حاجة راه ممكنة يعني الحمد لله الشخصية آه هي حاجة مكتسبة كتكون وكتغير بتغير المناخ بتغير الأحداث بتغير الذكريات اللي كيعيشها الإنسان في الحياة بصفة عامة فالوليد إذا كانت عنده حاليا شخصية ضعيفة وخصني نخدم عليها باش ننميها ليه ونخليها له قويه بطبيعه الحال راه كاينه الامكانيه اول حاجه نتفادى كل الاسباب اللي كنا تكلمنا عليها فالوليد ديالي كنت كنستعمل معاه واحد الخطاب جارح ما كردش لي البال انا كاب ولا كام كنكون في لحظه ديال الغضب لحظه ديال العصبيه وكنقول الفاظ اللي ما كنوعيش يعني ولا ما كنوعاش بالوزن ديالها والثقل ديالها على النفسيه ديال الوليد وحنا عارفين يعني الجروح النفسيه جروح عميقه فنحاول نتفاداها نبدا اول حاجه بالخطاب الايجابي الطيب وبالحب نبدا مع ولدي بعلاقه ديال الحب اول حاجه اللي من الورشات اللي خصني نبداها باذن الله وهذو خطوات عمليه ان شاء الله اللي غنمشي بها مع ولدي هو انني نجلس معاه ونتكلم معاه بخطاب صريح وما نقولش ليه يعني ما نعيش ليه بسميتو وانما نقول ليه ولدي نقول ليها بنتي فولدي راه قلت كلام ماشي هو هذاك، ولدي كنشوف فيك هاد الامور ما عجبانيش، ولدي هاد الوضعيه اللي فيها انت راه ما ماشي مريحه، انا كنتسنى منك بزاف الامور، راه انت ولدي، راه انت كبتي، راه انت احسن حاجه عندي في هاد الحياه، راه القدره ولدي اللي عندك راه عظيمه، راه كبيره، راه راه كيبان ليا بزاف الحوايج اللي انت هاملهم حاليا، ولو وظفتي فيهم غير 20% ولدي راه غتوصل لشي حاجه اللي 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 قويه بزاف، انا عارفك دابا عندك عوائق، عارفك كتعاني من هاد من هاد الحياة. حاجة عارف كتعاني من هذه الحاجه ولكن عارف ولدي انني انا راه في جنبك عرفني انني غنكون معكم وعمري ما غنخليك بوحدك راه هذا الاسلوب ديال الخطاب اللي غنتكلم فيه مع ولدي بهذه الطريقه هذه طبيعي الحال الوليد غادي يعرف باللي هو راه ما كاينش في هذه الحياه باللي عنده واحد السند اللي قوي وقوي بزاف وبيعرف باللي عنده واحد المرجع اللي غادي يحتاجه الوقت اللي غادي يحس بالفشل غادي يدير اللي في وغادي يبدل ديك الفكره السلبيه اللي هو مقتنع بها انه صافي راه فشل ان الشخصيه ديالو ضعيفه ان الناس هما اللي متحكمين فيه والعكس غادي يعطي تقدير للذات لراسو <applause> غيبدا يثق في راسو وغايقول نجرب نعطي فرصه لراسي نشوف شنو الامور كيفاش ما بغيت تكون بابا راه معايا وقال لي هذه القضيه هذه الاب بطبيعة الحال بخطوات عمليه غيبدا من بعد اللي غيبدا يعطي الوليد ديالو بعض المسؤوليات البسيطه غادي يبدا يحسس ولده بالنجاحات اللي كي اللي كيقيسها الاسلوب ديال الخطابه ملي غيتبدل مع الوليد فالتفكير ديالو غيتبدل غيتحول من تفكير سلبي لتفكير ايجابي ولدي كان داعم معاه بالخير ولدي كان شجعو ولدي كان مدحه ولدي كان دفعه كان قولي جرب وفعلا كيجرب وكينجح فهذيك الخساره وديك التوالي ديال الخسارات اللي تكلمنا قبل مابقاش الوليد كل مره كيجرب كيخسر سواء في اللعبه سواء في الدراسه ديالو سواء في التربيه ديالو تغيير ديال السلوكيات والدي كان كنعطيه فرصه والدي كان كنوريه ومن بعد كنخليه هو يجرب من عنده كنخليه هو يوقف على رجليه بعض المرات ويتعلم انه راه بعد الفشل راه كاين وقوف وكين نجح وهي فقط تجربه راه ماشي فشل مهم. هنا الوليد كيبدا يحس ما كنبقاش غير نتكلم معاه في يعني في الفراغ ما كنبقاش غير فقط نقص منه ونهينه بالعكس كنبقى نمدحه ونكبر به وتا كاب هذوك الضغوطات وذاك الغضب اللي به انا كنتكلم بطريقه سلبيه كنحاول نقلب على مصادر ديال هذه الضغوطات وهذه الامور باش كنحاول انا كاب انا ملي كيبقى واحد المشكل ما يكونش واحد رد فعل كان هذا رد فعل وبالتالي الثقه والشخصيه ديال ولدي كتولي مهزوزه بالعكس كان عرفت انا نقدم الغيظ ديالي كان عرفت انا نفهم مزيان ونفرق ما بين ولدي اللي هو ولدي والسلوك اللي هو سلوك وكندخل وكتصلح المشكل الحمد لله ودائما العلاقه بيني وبين ولدي هي علاقه ديال الحب قبل ما تكون علاقه ديال التعلم وانني نخليه يكون انسان ناجح فديما نبدا بالحب نبدا بالمدح نبدا بالتقدير نتكلم عن المشكل نصغر من انه راه مشكل كبير نبين ان ولدي راه قادر يتجاوز ذاك المشكل ونعطيه فرصه في نجر شكرا ايوب اذا هذه طريقه بسيطه وسهله دائما كنبداو مع الولدات بالاشياء الايجابيه باش نعدل واحد سلوك معين باش نعاود نبنيو العلاقه نعاود نبنيو الشخصيه ديال الوليدات دائما نطلقوا من الاشياء الايجابيه وما نساوش دائما الحضن القبله الحوار والتواصل مع الوليدات نشكر أيوب على كل هذه النصائح اللي تقاسمتيها معنا اليوم تحية لكم أو في راديو أسوات